مش ممكن. دكتور مصطفى طمني، مسبار النيل بعد حاجة؟ أيوة يا فندم، صور جديدة وعلى كرة الهولوجرام هتلاقي كل حاجة. أخيرا تعب سنة كاملة جاب نتيجة. أنا لازم أقابل حالا رئيس الوكالة. أنا طلبت من دكتورة ليلى تشاركنا الاجتماع. وجودها مهمة يا دكتور نديم. صحيح أنا المسؤول عن البرنامج المصري لاستعمار المريخ، لكن دكتورة ليلى هي المسؤولة عن إعداد رواد الفضاء، وأعتقد اللي هتشوفه هيغير كتير بالنسبة لها. من أول رحلة لينا قدرنا ننجح في نقل بشر ومعدات للكوكب الأحمر، وبعدها توالت رحلتنا بالتعاون مع دول صديقة لغاية ما حصلت الحادثة الشهيرة اللي طبعا حضراتكم عارفين تفاصيلها بالكامل، ومن وقتها توقفت رحلتنا. لكن بسبب آخر رحلة أطلقت وكالة الفضاء المصرية مسبار النيل عشان يجمع المعلومات عن الكوكب ويساعدنا في حل الأسباب اللي أدت للي حصل. ومن وقتها وبالتعاون مع دكتورة ليلى وإحنا بنجهز لرحلة جديدة، لكن كنا مستنيين الصور دي. دي أدق صور لأعمق وأطول أخدود في كوكب المريخ، ويمكن في المجموعة الشمسية كلها. النهاردة بس وصلتنا الصور والمعلومات اللي هتحل لغز الحادثة اللي حصلت من سنتين. يعني تقصد؟ أيوة يا فندم، احنا حاليا جاهزين نطلع المريخ، مش عاوزين نضيع وقت. احنا رفعنا درجة الاستعداد فعلا داخل الوكالة. مش كفاية دكتور مصطفى، الكل لازم يعرف ان مصر هتطلع المريخ من تاني وبشكل مختلف. يبقى مفيش قدامنا غير الإعلان عن المسابقة. هايل هايل يا دكتورة ليلى، هو ده الوقت المناسب للإعلان. من بكرة عاوز أشوف حلم السفر للمريخ في كل بيت في مصر. أنا اسمي سما من مصر. فكرتي باختصار هي الروبوت الممرض، همثل دلوقتي دور مريضة لوحدها مش بتقدر تتحرك. تفتكروا أعمل إيه عشان أخد الدواء؟ عن طريق الجهاز ده أقدر أبرمج الروبوت وحركه، وكمان أقدر أحط جدول الروبوت يقدر ينفذه من غير ما أمسك الجهاز. مثلا أنا حاليا محتاجة دواء قبل الغدا، تفتكروا أعمل إيه؟ شفتوا؟ الدواء وكمان المية، هو ده الروبوت الممرض، يقدر يقدم العلاج وفي مواعيد مظبوطة وبجرعات محددة ومن غير أي نسبة خطأ. أحسن يا أمير. هاي شد كمان ألف بيت. يلا مش قادر مش قادر يا كابتن شهاب، مش قادر. اجمد يا بطل. بس اني عاش يا بطل. وبعدين يا كابتن، هو مفيش غيري في النادي ده. قصدك ايه؟ الرحمة شوية، أنا بموت. بطل دلع. دلع ايه؟ ضغط وفتنس وضحية وجهاز وكل ده تقول لي دلع؟ ده أنا بقالي خمس ساعات بتمرن يا كابتن. يبقى فاضل لك ساعة. نعم، ست ساعات تمرين. ومن بكرة هتتمرن سبع. ايه كل ده؟ عشان فاضل لك أربع شهور على بطولة العالم يا أمير، عشان أنت بطل مصر وأفريقيا. أنا بتحدى بيك كل مدربين إنك بطل العالم في البطولة الجاية. كل الناس مستنية تشوفك يا بطل وإنت بترفع علم مصر على المنصة. تعبت حديد، جبت آخرك لسه كتير. تعبت مكمل. عاش، راحة دقيقتين وتنزل سباحة. ديكو، انت متأكد من الطريق؟ هنعرف نرجع الكامب؟ ما تقلقوش خالص، الكامب بتاعنا في اتجاه الشمال الشرقي، يعني هنمشي من الاتجاه ده. ازاي وانت بتقول انها اول مرة تيجي الوادي ده؟ صحيح، دي اول مرة اجي وادي اطلاق، لكنها مش اول مرة اشوف السماء. تقصد ايه؟ انا بعرف احدد الاتجاهات من خلال النجوم. هتتفلسف بقى. انا عارفه ايه اللي خلانا نستعجل ونمشي من غير دليل. المشكله الاكبر في الشنطه اللي ضاعت مننا،
كان فيها البوصلة والتليفونات، كده محدش هيقدر يوصل لنا. أكيد لما نتأخر هيبلغوا الشرطة ويقدروا يلاقونا. صح، مفيش حد هيتوه، خليكوا واثقين فيا. حد يثق في طفل؟ أنا أمشي ورا طفل؟ لا، وكمان عامل نفسه دليل وملك الصحراء. يعني إيه؟ إحنا ضعنا خلاص في سانت كاترين؟ ويسابق العلماء المصريون الزمن من أجل تجهيز أكبر عدد من الروبوت أو الأجهزة الآلية لتسريع عمليات الحفر والتنقيب ونقل المواد الخطرة. مش كفاية أفلام عن المريخ والفضاء يا فارس؟ ماما، أنا آسف، ما سمعتش حضرتك لما دخلتي. عادي، ما أنا متعودة. أنت كده مش بتحس بحاجة حواليك أول ما بتتفرج على أفلام الفضاء. بس الفيلم ده حلو قوي، ده بيتكلم عن دور الروبوت في استعمار المريخ. دور النوم دلوقتي أهم. ماما، فضل على الفيلم ربع ساعة ويخلص. نوم. حاضر، تصبح على خير. وحضرتك من أهله. فارس، حاسة بإيه يا سما وانتي حاصلة على المركز الأول في المسابقة العالمية للروبوت؟ مبسوطة قوي، ما تخيلتش اني هقدر اكسب وفيه اكتر من 200 متسابق من كل دول العالم. وتهدي الفوز ده لمين؟ لبابا، اكتر واحد بيشجعني وبيتعب علشاني. في مفاجأة محضرينها لك. بصي كده، معانا من الصين السيدة يانج ياي، رئيسة اهم اكاديمية للتكنولوجيا في الصين. مبروك سما، أنا حابة أبلغك إن الأكاديمية بتقدم لك منحة مجانية لتعليم الروبوت وفرصة بعد التخرج للعمل في أهم شركة صينية وواحدة من أهم 10 شركات في العالم. إيه رأيك؟ أمير! أيوة كابتن شهاب. اعمل حسابك من الأسبوع اللي جاي مش هتروح البيت. خير يا كابتن؟ هنبدأ المعسكر الداخلي لبطولة العالم يا بطل. بدري كده؟ انت داخل قدامك أبطال كبار من كل دول العالم تقريبا، لازم تستعد كويس عشان ترجع لنا بالميدالية يا بطل. حاضر يا كابتن، أوعدك هشرفك. ايه ده؟ احنا وصلنا الكامب، مش مصدقة. عملتها يا تيكو، احنا قلنا خلاص ضعنا في الضلمة والجبل. قلتلكم ما تقلقوش، انا بطلع رحلات في الصحراء والواحات والجبال، ومنها اتعلمت حاجات كتير قوي. زي ايه؟ زي اني لازم اعرف مكان الكامب بتاعي قبل ما اتحرك لاي مكان. ليه؟ لانه وارد جدا تحصل اي مشكلة زي فقد البوصلة مثلا، فلازم ابقى عارف المكان اللي هرجع له بالظبط. بس ازاي قدرت تحدد مكان الكامب واحنا بعيد عنه جدا؟ حددت موقع نجم الشمال، ده نجم محاط بمجموعة نجوم بتلمع، يقدر أي حد يرسم بينهم خط وهمي، ولما بيتقابلوا يقدر يحدد مكانه فين وعاوز يتحرك لأي اتجاه. بس انت سنك صغير على الخبرة دي. بالعكس، دي حاجة بسيطة جدا، بس محتاجة تكون زي بتحب الفلك والفضاء، ثم ان الهوايات مش بتعترف بالسن. تيكو انا اسفة لو كنت قلتلك يعني كلام يضايقك. انا مقدر قلق وخوف حضرتك، اهم حاجة ان كلنا بخير. بعد اذنكم. ايه الولد ده؟ امتى بقى اكبر واطلع المريخ؟ دكتورة ليلى، دي فرصتنا الأخيرة عشان نراجع نفسنا. بتقولي يا دكتور مصطفى؟ عاوزنا نلغي المسابقة؟ بيتهيألي ان ده القرار الصحيح. دي تجربة يا دكتور وحضرنا لها كويس جدا، وان كنت عارفة انك من الاول مش موافق. ومين يوافق على مسابقة الأطفال من سن 12 ل 16 عشان يسافروا المريخ؟ كل ده عشان المسابقة موجهة للأطفال. طبعا، دول هيبقوا أول أطفال في التاريخ تسافر للمريخ، قدراتهم البدنية والنفسية مش هتستحمل. احنا قدمنا أبحاث علمية ورتبنا اختبارات صعبة، لو تحملوها فده معناه انهم قادرين على احتمال بيئة الفضاء. وانا متأكد انهم مش هيعدوا الاختبارات دي. خلي التجربة هي اللي تقول. الإعلان جاهز يا دكتورة. هايل، انشر الإعلان. المسابقة الأولى والوحيدة في كوكب الأرض تعلن وكالة الفضاء المصرية عن مسابقة لمحبي العلوم والفضاء والمغامرة. الرحلة الأولى من نوعها، كن أول من يصل إلى المريخ.
إذا كنت من 10 أو 16 سنة تقدم للمسابقة. هذه ليست رحلة ترفيهية ولكنها رحلة علمية، ستمشي على أرض المريخ وتختبر تربتها وتقوم بمهام رائد فضاء حقيقي. إنها فرصة لتعوض لكل من أحب الفضاء وتعلق بالنجوم. مش ممكن. خير يا دكتورة، في ايه؟ ردود الافعال على الاعلان خيبة التوقعات. الافضل انكم تشوفوا بنفسكم. اتقدم للمسابقة كام لغاية دلوقتي يا دكتورة ليلى؟ 150,000 يا دكتور مصطفى. كل دول في اسبوع واحد؟ تقديراتنا ان في حدود 2000 طفل بس هم اللي هتقدموا، مع ان الاعلان واضح برامج تدريبية واختبارات، يعني مش رحلة ترفيهية. انا شايف اننا نقفل باب التقديم للمسابقة. ايه؟ مستحيل طبعا، لازم نستنى لنهاية الاسبوع زي الميعاد المحدد في الاعلان. لو عملنا كده يا دكتورة الاعداد هتزيد جدا، واحنا ما عندناش الاعداد الكافية لاختبار الاعداد دي كلها. هو ده اللي بفكر فيه من اول يوم. وهتتصرفي ازاي؟ حاليا انا بشتغل مع فريقي وبنحاول نطلع بحلول تستوعب كل اللي تقدموا لنا. تفتكري هتنجحي؟ مش عارفة دكتور مصطفى، حقيقي مش عارفة. ايه قرارك يا سما؟ انا اردت منحة في اكبر واهم اكاديمية لتعليم الروبوت مع فرصة عمل، وما زالك انت مترددة. أنا فعلا كنت هوافق بدون تردد لولا المسابقة. أنا مؤمنة جدا بموهبتك وقدراتك، لكن إنك تبقي رائدة فضاء ده حلم صعب جدا وهيضيع فرصتك. بس أنا بحلم بالسفر للمريخ، بتمنى أصنع روبوت يقدر يكتشف حاجة جديدة ويساعد البشر اللي بيعيشوا هناك. في كتير بيحلموا الحلم ده، لكن موهبتك في التكنولوجيا وتطوير الروبوتات ممكن تتحقق هنا. محتاجة وقت أفكر. أنا اديتك وقت كتير، بس ما كل آخر اليوم عشان تردي، ودي هتبقى مولاتك الأخيرة إما تقبلي من هدنا أو تقدمي في مسابقة السفر للمريخ. مريخ إيه ومسابقة إيه اللي مكلمني عنها يا أمير؟ إحنا لسه بنبدأ معسكر البطولة العالم وإنت بتكلمني عن المريخ؟ يا كابتن شهاب، دي أول مسابقة من نوعها. سيبها واستنى المسابقة اللي بعدها وركز بس في البطولة والميدالية الذهب. بس يا كابتن دي فرصة عشان أكون أول واحد في سني يمشي على المريخ. فرصة مستحيلة، أعلن إن اللي تقدم أكتر من 200,000 في الوقت اللي أنت مرشح من 5 لاعبين عشان تبقى بطل العالم. أرجوك يا كابتن شهاب افهمني، أنا من جوايا مغامر وبحب أدخل تحديات وأنجح فيها. مش عاوز كلام في الموضوع ده تاني، عاوزك تركز في التمرين والبطولة وبس. لكن لو هتقدم للمسابقة اخرج من المعسكر حالا وما تورينيش وشك هنا تاني. وصلنا ل 300,000 متسابق، وبكرة اليوم الاخير وانتهي التقديم في المسابقة. يا ترى وصلت الحل؟ احنا طورنا الاختبارات يا دكتور نديم، هنتوسع كمان في استخدام الاختبارات الذكية على حساب القياسات الجسمانية في الاول. ممكن توضحي اكتر؟ هنضيف اختبارات في البداية باستخدام الذكاء الصناعي، ودي هتبقى نفسية وإبداعية في الرسم والموسيقى والمعلومات العامة وأنواع التفكير المختلفة ونسب الذكاء. وطبعا بالطريقة دي الذكاء الصناعي هيقدر يرشح المؤهلين مبدئيا ويستبعد غير المؤهلين من غير ما يسبب أي أذى نفسي للمتسابقين. وبعد كده اللي هينجح يقدر يخوض الاختبارات البدنية هنا في الوكالة. وطبعا هتكون أعداد المتسابقين قلت كتير وما بقتش مشكلة لفرق العمل عندنا. مظبوط يا دكتور، فكرة هايلة. يعني أقدر أبدأ؟ إزاي يا تيكو مش عايز تقدم في مسابقة السفر للمريخ؟ عاوز يا ماما، بس بس إيه؟ عارفة كم واحد قدم للمسابقة؟ مش مهم، ولو قدمولها مليون برضو مش مهم، أنا متأكدة أنك هتترشح وأكيد هتكسب. مش عشان بطلع رحلات في الصحراء والجبال هياخدوني. ومين قال كده؟ أنت عندك حب للفضاء والفلك والنجوم والكواكب، وعندك صفات تانية حلوة، أنا متأكدة أنك هتبقى رائد فضاء.
أنا آسف يا ماما، آسف، رحلتي وصلت، أما أرجع من سيوة أبقى أفكر. النهاردة آخر يوم للتقديم. مع السلامة. لازم تقدم يا تيكو، لازم. فارس أصغر رائد فضاء في التاريخ، أطلع المريخ. أوعدكم محدش هيسبقني. سما، أنت متى تسلي؟ أبدا نهاية المهلة. أنا أخدت قراري خلاص وحبيت أبلغه لحضرتك. وأنا سمعك كويس. يا ترى هتقدمي في مسابقة وكالة الفضاء المصرية ولا تقبلي منحة؟ النهاردة هنبدأ أول يوم اختبارات. كل متسابق اشترك بقى عنده حساب نقدر نبعتله عليه كل المطلوب وكل التعاملات معاهم، والتقييمات هتبقى عن بعد. وإزاي هنقدر ننفذ ده كله؟ مهندسي البرمجيات في وكالة الفضاء المصرية صممولنا برنامج يقدر يرسل ويحلل ويقيم كل الإجابات وفي وقت قياسي. هيحلوا كم اختبار؟ 20 بواقع 4 في اليوم. والزمن المتاح للإجابة؟ 30 دقيقة. وكل متسابق حالياً قاعد في بيته أو مكتبته أو أي مكان بيحبه مستني أول نموذج. يلا نبدأ. وكالة الفضاء المصرية، الاختبار الأول. إيه ده؟ وصلتك الرسالة؟ أيوة، بس أنا مش فاهم حاجة. أنا قدمت لك في المسابقة، كنت متأكدة أن خجلك هيمنعك. فاضل أقل من 5 دقايق وتبدأ الاختبارات. يا ماما أنا مفيش وقت يا تيكو، عاوزك تهدى وتبقى مقتنع أنك هتنجح. مش عشان أنت ابني، لا، عشان انت موهوب وشاطر وتستاهل النجاح. ربنا معاك. النهاردة آخر يوم في الاختبارات الذكية. وإيه التقييمات للأيام الثلاثة اللي فاتوا؟ البرنامج قدر يوصل لتقييمات وبيواصل تحديثها بعد كل اختبار، وبيقدم تقرير في نهاية كل يوم. تقصد إنه بيستبعد أثناء الاختبارات؟ ده حقيقي، ومش حينقل أي متسابق للاختبار التالي من غير ما يكون نجح في الاختبار الأول. وإحنا حالياً وصلنا لكم متسابق؟ حوالي 3000. معقولة؟ 3000 من 300 ألف متسابق؟ اختبارات رواد الفضاء شديدة الصعوبة زي ما حضراتكم طبعا عارفين، ولازم ما ننساش ان في نهاية الاختبارات مش هيفضل معانا غير 4 بس. وهل وصلنا لآخر اختبار ذكي؟ لسه مطلوب من كل متسابق معانا انه يرسم من الخيال شيء له علاقة بالفضاء. بس ده اختبار صعب، القدرة على الرسم بتختلف من شخص لتاني، وإحنا واخدين ده في الاعتبار. الهدف هيبقى غير كده. لما نبدأ هقدر أشرح لكم كل حاجة. ارسم صورة من الخيال تمثل لك الفضاء.
مبروك يا جماعة، انتهت أول مجموعة من الاختبارات. لازم أعترف بموهبتك يا دكتورة ليلى، كمان لازم أعترف إن معانا مجموعة من الأطفال مبشرة جدا. أقدر أعتبر إن ده تغيير في موقفك يا دكتور مصطفى؟ لسه بدري. صحيح إن حجم الأسئلة كان كبير وكتير منها كان صعب جدا، لكن ده لسه نقطة في بحر، مستنيهم اختبارات أصعب بكتير. البرنامج مطلع بيانات قريبة قوي لرأيك يا دكتور. يعني إيه؟ يعني اللي ترشح من اختبارات الرسم عدد قليل فعلا، أعتقد إننا خلال 3 أيام بالكتير هتبقى معانا المجموعة النهائية اللي هتبدأ الاختبارات البدنية. مش عاوزين نستبق الأحداث، إحنا عدينا من أول تحدي حقيقي ولسه قدامنا شوط طويل، ومن بكرة هنجتمع سوا عشان نحلل رسومات اللي ترشحوا. مبروك يا تيكو، ألف ألف مبروك. على إيه يا ماما؟ لسه 3 أيام على النتيجة. بس أنا مش ببارك على أدائك في الاختبارات. أمال حضرتك تقصدي إيه؟ إنك شفت بعينك إن مفيش مستحيل، شفت إنك تقدر تكون واحد يكسب من بين 300 ألف. تفتكري هيبعتولي إني قبلت؟ مش مهم يبعتولك، أنت بالنسبة لي وبالنسبة لنفسك نجحت. بس اللي وصلت له يا ماما غيرني، خلاني أحلم بالسفر للمريخ، بقى حلم ممكن يتحقق. ممكن أعرف إيه سبب القلق ده كله يا سما؟ خايفة من النتيجة يا بابا. أنتي دخلتي مسابقات كتير قبل كده. بس دي مختلفة، لما رفضت المنحة وقبلت أشترك في مسابقة وكالة الفضاء المصرية كنت أول مرة أتحط في الاختبار الصعب ده. ما تنسيش إنك اخترتي فعلا. بس لو الوكالة ما اختارتنيش هبقى خسرت المنحة والمريخ. حد أكبرك على التقديم للمسابقة؟ بالعكس، أنا خدت القرار بعد تفكير طويل. يبقى ده أول درس يا سما. اللي هو إيه؟ إنك ما تندميش على قرار أخدتي بعد تفكير. أنت تعبتي وحاولتي وأكيد هتلاقي نتيجة. لو اتصلت بكابتن شهاب دلوقتي أكيد مش هيرد. يا ترى أنا عملت الصح لما سبت المعسكر وقدمت في المسابقة؟ ياه، لسه هستنى 3 أيام لغاية ما أعرف إذا كنت أنا مكمل ولا لأ. دي هتبقى أيام طويلة قوي. أكيد كل واحد خايف وقلقان، خليهم قلقانين، ولسه لما يختاروني ويشوفوني بينهم ساعتها هيعرفوا إيه الفرق بين واحد بيتسابق وبين رائد فضاء حقيقي.